امبارح بقى كان في برضو حدث مهم جدا كنا بنتابعه مع حضراتكم، بطوله كاس الكؤوس يعني الافريقيه لكره يد، نتكلم رجال وسيدات اللي انطلقت خلاص وبتقام في ضيافه النادي الاهلي وهتستمر لغايه 19 مايو. كلمنا عنها امبارح ونوهنا، لكن حفل الافتتاح كان كمان اكثر من رائع بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وايضا العديد والعديد من رؤساء الاتحاد الافريقي والضيوف الكرام اللي كانوا منورينا. وعايز اقول لحضراتكم ان المشهد كان اكثر من رائع، يعني عارف انت لما تيجي تنظم بطوله، تكلم عن طبعا بطوله كبيره زي كاس الكؤوس، وتتكلم ان هي في النادي الاهلي تحديدا، اعتقد دي حاجه محترمه جدا في النسخه كمان ال 39 فيها 21 فريق، من يعني تقريبا كده 10 فرق منافسات رجال و11 منافسات سيدات. انا بتهيألي دي حاجه او نقطه قوه عندنا فكره كمان النادي الاهلي، وتاكيد كابتن محمود الخطيب ان هو وفر كافه الاجواء اللازمه لانجاح البطوله وخروجها بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي وباسم مصر في نفس الوقت. يعني هنرجع نقول تاني، مصر فعلا اصبحت قبله للبطولات في العالم بفضل الدعم اللامتناهي والشغل المحترم اللي بيتم على الارض من كل الجهات بصراحه، فشابوه وهنتابع. بس كان حفل جميل وقدمته بالمناسبه زميلتنا العزيزه جدا سالة حامد كحفل الافتتاح، وكانت رائعه بصراحه. فبالتوفيق، وهنتابع اكيد مع حضراتكم خطوه بخطوه. حاجه لطيفه قوي اللي بيحصل ده حضرتك، لان فكره ان احنا كنا في ازمنه سابقه، فكره او مجرد بس التفكير في ان احنا ننظم بطوله كبيره نسبيا كانت فكره بعيده المنال يعني وشبه مستحيل تنفيذها. دلوقتي احنا مش بس بننظم بطولات وفعاليات بطولات كبيره، لا ده احنا بنتكلم على كاس عالم بيتنظم على ارض مصر، بطوله عالم بتتنظم على ارض مصر في رياضات مختلفه، وبمجرد انتهاء فعاليات البطوله من دول بتلاقوا صحف العالم الرياضيه المتخصصه كلها بتتكلم على حسن اداء يعني المسؤولين في عالم الرياضه المصريه وعلى حسن استضافه مصر وحسن تنظيمها لكل الفعاليات. الكل بيكون ماشي مرضي جدا، وفي بعض الاحيان اللي بيكون ماشي وهو منبهر كمان. ما تنسوش حضراتكم ان في عز الوقت او في عز ازمه كوفيد، لما كان العالم كله والدول العظمى يعني بتحاول تتنصل من مسؤوليه تنظيم اي فعاليات عندها، كانت مصر سباقه في كتير جدا من الحالات واستحدثت الفقاعه الطبيه لو تفتكروا، يعني احنا عاملين شغل في هذا الاطار اكتر من ممتاز.